مساء الخير، أود أن أتقدم بأحر التهاني والتمنيات إلى الجميع بمناسبة العام الجديد 2019، وخاصة إلى متابعي الصفحة. أتمنى من أعماق القلب أن تكون هذه السنة سنة الاكتشافات الرائدة في العالم لعلاج داء السكري وجميع مضاعفاته. لا يفوتني أن أوجه رسالة احترام وتقدير إلى جميع أقارب مرضى السكري، سواء المتكفلين بآبائهم وأمهاتهم المتقدمين في السن والذين يحتاجون إلى رعاية، أو إلى أولياء الأطفال السكريين les parents d'enfants diabétiques، والذين في بعض الأحيان لا ينامون الليل في السهر على مراقبة أطفالهم والتعرض لأي طارئ من أجل الحفاظ على صحة وتوازن أبنائهم وبناتهم. وإني أشاهد يوميا هذا الإصرار وهذه المقاومة التي أرى من خلالها ومن ورائها إلا النجاح والتغلب إن شاء الله على هذا الداء. عام سعيد وكل عام وأنتم بخير.